بشحن ممثلين. يعني ايه ممثل مطيع؟ السينما مش قادره تغير وعي الناس. مفيش، هي صدفه نوعا ما، بس لما تفكر فيها تلاقي هو كل حاجه في الدنيا ليها علاقه بعلاقات. يعني دايما هتلاقي حتى الاعمال الثريلر هتلاقي فيها السسبنس القوي، هتلاقي فيه ريليشن شيبس. في الفتره دي هو ده الموضوع اللي كنت حابب احكي فيه، فجت كده ووارد السنه الجايه نبقى بنتكلم وتلاقيني رحت اعمل كوميدي تماما. بس هيفضل دايما العلاقات دي كور الحاجات، هيفضل دايما عندنا يعني ومنطقه لطيفه ان احنا نستكشف فيها البشر. يعني بص، اولا انا بحب الشغل مع الممثلين جدا، يعني بحب الممثلين. في مصطلح كده يقول لك ده اكترز دايركتور، يعني فانا بحب شغل الممثلين وبشوف ان هم روح الحكايه. يعني انت محتاج نص كويس جدا علشان تعمل حاجه، بس كمان ومحتاج تحضير وكل حاجه، بس في الاخر المشاعر بتوصل في الاخر، كل ده بتسلمه الممثل او ممثله تو ديليفر. انا ما احبش ابدا المثال التاني اللي انت قلته، ان انا ابقى بشحن ممثلين عشان انا بس مدرك ان كل ممثل ليه طريقته. انا ما عنديش طريقه واحده في الشغل مع الممثلين خالص، ان طريقتي بتتغير حسب الشخص اللي قدامي، ومدى شغلنا مع بعض بيبقى احسن كل ما قعدنا نشتغل اكتر، لان احنا بقينا فاهمين بعض اكتر. وبحب ناس بتحب التمثيل، يعني بحب ناس تبقى اول ان. فانا دايما بشتغل ممثلين بحبهم. لا انا ما بحبش ممثل. يعني ايه ممثل مطيع؟ يعني ايه مخرج؟ يعني انت محتاج وانت في التصوير ناس تحترم قيادتك لده، لكن كمان تستفزك وتسالك اسئله، لانه انت في الاخر انت بتعمل، بالذات في ظروف شغلنا في مصر، انت بتعمل حاجه عمل صعب جدا في وقت قليل جدا. فكره الممثل المطيع دي، انا ما بحبش الممثل المطيع، بالعكس انا بحب الناس تفكر معايا وتستفزني وكذا. وكمان بحب ان الهيراركي بتاعت الشغلانه في الاخر، طالما احنا عارفين، تعال نقعد نتكلم وعارفين انه في لحظه ما في حد محتاج يخوض قرار، فيبقى يلا نتناقش. ساعات كتير يجي سؤال من الممثل، لا انا لو يعني بيغير لك حاجه في المشهد، انا عمري ما بقول له ممثل قولها كذا، عمري ما بقول له ممثل، يعني فكره ان انا اقول الاداء بنفسي عمري ما بعمل ده. لو ممثل مش حاسس ان هو قال المشهد ده، يعني فكره انه ممثل يطلع الكلام ده منه، ان الديالوج نسخته الاخيره واحنا بنصور، المشهد ما بيتغيرش، هو بس الممثل يبقى حاسس الكلام. لا، السينما مش قادره تغير وعي الناس. السينما عنصر من عناصر كتير ممكن المجتمع بيها يتغير، لكن السينما مش جايه تغير الناس. والحقيقه خليني اختلف معاك المره دي، انه لا احنا مش ما احنا احنا لسه قدامنا فرص كتير جدا نحكي فيها حاجات اجرا وحاجات حقيقيه اكتر، واحنا بعيد خالص. احنا عندنا مشكله ومحتاجين كصناعه وكبلد نجمع ان احنا عندنا صناعه مهمه وليها مكانه ونحرر نفسنا من قيود كتير عشان نحكي قصص حقيقيه اكتر تمس الناس. مش لازم الناس تتفق معايا، بس مش السينما اللي هتغير الناس، التعليم هيغير الناس، الاقتصاد هيغير الناس، هي الناس ما بتتغيرش من حاجه، ما فيش حاجه بتيجي كده تغير الناس. الناس بتتغير لما يبقى المجتمع كله بيتحرك، فما ينفعش ترمي على السينما.